صباح الخير على كل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر. جمعة مباركة لجميع متتبعينا، نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية. اليوم احنا مع السي حسن الرامي هنا بقلب سوق الملاح بالمدينة العتيقة باش انكم تكونوا على بينة بخصوص يعني انه اليوم السلعة قليلة يعني بشكل كبير، تزاد في الدجاج يعني ولا ما بين 22 23 درهم للكيلو، يعني واللي كانت دفعات الان يعني السي حسن انه لعلم استفهام بخصوص قله السلعه يعني قله اللحوم البيضاء في الاسواق. فنستضيف السي حسن من خلال هذا المباشر متتبع قناه شوف تي في باش يوضح لنا شنو هو السبب، خصوصا احنا على ابواب ليله القدر هذه الايام، وتعرفوا انه اغلبيه الناس يعني تيستعملوا الدجاج في الليله يعني في تريد ولا يعني محمر ولا يعني كشهوات في ليله القدر، يعني ليله الخشوع وليله التضرع لله سبحانه وتعالى. سي حسن صباح الخير. عليكم السلام ورحمه الله كي داير بخير. الله يحفظك مبروك. الله يجزيك بخير. قلت لي السي حسن ما فهمتي والو هذا الصوت. واش بتفهم اخويا ملي تشوف هذه الاثمنه هذه اش بتفهم؟ انت شتي المحل كي داير الساعه ما تسوقناش، جبنا شي حاجه قليله جبناها باش نتقاسم مع دوك اللي ضروري مهمين. هذا كنشوف الدجاج وصل 22 درهم 23 درهم، من بغيت تجيبوها اخويا؟ الناس راه كتقول لهم دابا هاد الايام راه 19 20 وكيهربوا، بس هكذا دابا كتقول لهم 22 23 ما غادي يوقف عليك كاع بنادم. هاد الاثمنه اللي كاينه هاد اليومين هادي اخويا راه خلعتنا احنا بالنسبه للبيع والشراء، وما باقي فهمنا والو. حنا خدامين بحال باقي خدامين، ملي خدامين كنجيبوا السلعه ونفكوا السلعه وما كاينش مصور راه ما كاينش. حنا الله خدامين دابا خصنا نعمروا محلنا وصافي، ما زعما شي حاجه باش تخدم وتروج وكذا راه ما كنراوش. انا في بدايه الشهر رمضان شحال كان وصل الثمن تقريبا ديال الدجاج؟ الدجاج راه كان في البدايه من 17 18 وكيلعب من 16 حتى 18، ولكن دابا تفوت الدجاج 22 21 23 راه بزاف اخويا. نعم راه فات المعدل. نعم وفي الاصل شحال تقريبا قبل شهر رمضان شحال كان تقريبا الثمن؟ راه هادشي فاش كان كيلعب الدجاج من 15 درهم حتى 18 درهم. وكان نقص عليهم الناس الثمن. لان راه الناس الله يكون في العوان راه مقصحين، وزادوا دابا هاد الاثمنه هادي ملي فات 20 22 23 راه ما بقاش غادي يقول لك السلام عليكم الانسان بالنسبه للدجاج. راه البيع والشراي في الدجاج الناس راه كلوا العصا، راه كلوا العصا بمعنى الكلمه. راه العام هذا رمضان ما خدموش الناس، لان هاد الاثمنه ملي كانت الثمن راه الناس راه تكرفصوا بها، ولكن الحمد لله هادشي نقولوا هو هذا. يعني رمضان كيفاش كنت دوز السي حسن رمضان اللي فات مقارنه مع هاد رمضان هذا؟ وراك نقصت اخويا واحد 60% ولا 65% تراوج نقصت من العام الاول هاد العام هذا. وهاد العام راه قلت لك الروج راه ما كاين الروج، عملوا راه كان تبارك الله الحمد لله. وهاد العام راه تنقصت واحد 60% تنقصت. اش جاب هادشي؟ راه الغلا اللي جاب هادشي، هذا الغلا راه كرفس الوقت. ولا ماشي بالدجاج، راه مسائل اخرى ماشي بالدجاج. انا دروك الدجاج الرومي اشنو السبب علاش ما كاينش؟ ما عطاكمش الاسباب ولا غير؟ اش كيقول لك الاسباب؟ كيقول لك من الاعلاف ومن المسائل والفلوس وكذا. الفلوس غالي، العلف غالي. ملي كتقول العلف كيقول لك العلف راه كنجيبو من على برا، ما كنجيبوش المواد الاوليه الذرة والشعير وكذا، كلشي كيدخل من برا. هذا هو السبب اللي كيقول لك. والفلوس حتى هو غالي، وصل 5 درهم 6 درهم. هادو هما المواد اللي كيقول لك اللي كيوصلوا الدجاج بانه كيبقى في هاد الاثمنه غالي. الفلوس عندنا حنا راه موجود في البلاد، راه ماشي زعما ما كاينش، ولكن ملي كتجي تهضر مع الناس اللي مكلفين بهذا الدومين كيقول لك الفلوس غالي. ما عرفت ما فهمنا باقي حنا والو في الشهر. نعم وبالنسبه للكروازي كاين حتى هو ولا حتى هو؟ الكروازي كاين، ولكن راه غالي. واخا كاين الكروازي راه كاين الثامن تقريبا. ديك الساعه ذاك الكروازي الدجاج، الدجاج راه كانت كدير 12 درهم 15 درهم للبياسه، دابا راه 18 درهم للكيلو. يعني كطيب واحد 38 درهم 40 درهم للبياسه، شحال تزاد فيها؟ من 15 درهم 20 درهم للبياسه حتى 40 درهم، يعني راه 50 في نص بنص تزاد. الدجاج الرومي حتى هو راه شحال تزاد فيه دابا؟ راه 5 درهم ولا 6 درهم، ماشي ساهله. راه المواطن كتزاد 1 درهم ولا 2 درهم راه مقصح بها مسكين، ولكن ملي كتزاد 6 درهم و 7 درهم راه كثيره. ما شاء الله. والبلدي؟ البلدي حتى هو كاع ما عنده حد. البلدي راه من 65 درهم حتى 70 درهم.
تبارك الله ما شاء الله. 65 درهم 70 درهم للكيلو هذا الفرج فيه تقريبا 15 درهم تقريبا. تقريبا زادت واحد 10 درهم ولا 15 درهم. 10 درهم 15 تقريبا. نعم دوك حتى الناس ما بقاش ياخذوا يعني بشويه كما كياخذ اللي ولا بدا ليه منه هو اللي كياخذ. اللي عنده ضيافين ولا عنده مهمه ولا عنده شي زياده ولا عنده كذا هو اللي كياخذ الدجاج بلدي ولا بالنسبه عنده ضروري الانسان ديالو. هما اللي كان المدار راه كيسول ويزيد فيه حاجه ما عنده ما يدير. ما شاء الله. لان ملي كيبقى الانسان واحد التمام مرتفع راه ما غاديش ما باقيش كيسلكو. كيشوف جيبو راه ما مسلكوش هذاك التمام بغا يدي فريج بلدي فيه كيلونس 110 درهم ولا 115 درهم راه كثيره. لسان كيدير ب 70 درهم ولا 80 حتى ولا كيدير 110 درهم. راه فات المهدر. ملي كيشوف الانسان التمام راه ما باقيش يدير. في العاده بانه الليل 27 وحنا مقبلين حنا مقبلين الليل 27 ان شاء الله الا طول الله في العمر. ولكن ملي كتشوف هاد الثمنه هادي راه حنا ما مفرحناش هاد الثمن هذا. اش مفرحنا حنا هو الثمن الا كان مناسب للكليان. الا كان كيجي كيلقى ثمن مناسب كيزعم اللي بغا يدي بياسه كيدي جوج كيدي ثلاثه كيدي اربعه. ولكن شي كيلقى الثمن هذا باقي كيدي حتى بياسه ما باقيش كيديها. ما شاء الله. لا كيجي غالي ماشي ما ماشي عادي اخويا. ما كنجيبو المحل الخاوي وانا كنشوف ديما كتجي. انا راه شوف راه كون كنت نمشي نقعد ولكن راه ما تكرهش ما تقعدش لان ما تخليش خاطرك. محلك ما يمكنش تخويه. ولكن انت خوتي مستعب بالزمن كان بقى غير تمشي تسد كاع تزيد الا بقى 300 غادي في هذا الاتجاه هكا. نعم والمواطن ما تيتسائلوش ما تيقولكمش اش بغيكم مسكين المواطن. المواطن راه كيشد في راسو ويزيد فيه على تاش بغا يدير لك المواطن. المواطن راه ما بجي ما بيدي حيله مسكين. المواطن راه كيشوف حتى كيعيا وكيزيد فيه على تو الا عنده قدره شي باش يشري شي ما عندوش غادي يزيد فيه كيدير بالناقص ويزيد يقدر يدوز باش ما يدوز فيه على توصل يسلك باش ما يمكنش يشري على الفروج ولا جوج. نعم يقدر يقول لك عطيني واحد نص كيلو يدي واحد نص كيلو بواحد 15 درهم ولا كادي يمشي يقضي به الغرض. هادو اللي قلت لك الناس اللي كندوز جوج طيور ثلاثه طيور حتى ولا كيدي نص كيلو ربع ديال الدجاج. ان شاء الله هادشي راه ماشي هادي وبزاف على الناس مساكن الله يكون في العون. هادشي نطلب من الله تبارك الله الله يفاجئنا ويصيف على الجميع. اللهم امين الله يثوب الامان. السي حسن شكرا لك. حنا كنا مع السي حسن كما تشوفوا تيبيع البيض كذلك. البيض ما عرفين واصل البيض السي حتى هو ما عنده حد. البيض راه واصل دراهم و50 الرومي والبلدي 2 درهم ونص حتى هو راه تقريبا 50 فرانك زادت في هذاك البلدي والرومي حتى راه تزايده فيه واحد 30 فرانك ولا 25 فرانك. وكل شيء قلت لك هذا الشيء ماشي شي حاجه كل شيء اللي سولتي كتلقى في الارتفاع. بيض السمان حتى هو كنا كنبيع ب 10 درهم 12 درهم 15 درهم الباكيت 5 درهم زياده 5 درهم زياده 3 درهم راه ماشي ساهل. هذا الشيء قلت لك باش وهذاك ديال البيبي البيض ديال البيبي البيض ديال البيبي هذا العام ما كاين كاع مفقود ما كاينش ما كاينش كاع ما بقينا نشوفوه ما بقينا نتصوروا معاه كاع. قلت لك قطرت لها بدا يضحك الساعات تطلب تضحك. الله محمد رسول الله. اذا كما تابعتم معنا متتابعينا فالسي حسن الرامي انا بقلب سوق الملاح معروف يعني تاجر معروف ما شاء الله في الدواجن ويعني دائما تنستفدوا من خلال الكلام ديالو في كل مباشر يعني من التوضيحات اللي يقدمها للمتتابعين بخصوص يعني الانواع والوفره ويعني وكذلك يعني يعني الوفره بخصوص هذا الشيء ديال الدواجن. فاليوم كما تشوفوا معنا متتابعينا من خلال المباشر يعني اليوم تيتسائل السي حسن الرامي كما تشوفوا هذا هو المحل ديالو يعني تيتسائل على قله الدواجن يعني علاش ما كاينش السلعه في السوق. هذا هو السؤال الكبير واللي ربما انه غادي يضرب بشكل كبير القدره الشرائيه ديال المواطن بصفه عامه. وبقى نشكركم شكرا لكم على حسن المتابعه. الى مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوفي. تبارك الله عليك يا حبيبي.